فازت في كأس الأمير. هذا ما يتوقع محبيه أن يصل، يصل، وصل، 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 لكن الراية لا، هو في المرمى، نعم، هو في المرمى، إنه بغداد بنتاح، بنتاح يبدأ بالزعيم، البداية دائما ما تحدد النهاية، لقد انتهت الكرة إلى الشباك، دخلت فعلا، دخلت، لا وجود للرايق، هروب ممتاز لبنتاح، الكرة وضعها فوق أحمد سفيان، الكرة اللي تضرب وتنزل وترجع في الشباك، هدف أول يا زعيم، هدف أول للعالمي، هدف أول لسيد سادات بطولة كأس الأمير. الله على هذا الفريق، الله على هذا النادي، ليس في الدوري بل في أول مواجهة بينهم على مستوى كأس أمير البلاد المفدى. شوف بالرأس، شوف الكرة اللي تركت على طول، كرر وتحولت بالراس من بغداد بنتاح، يا لها من لقطة، الثاني للزعيم، الثاني، الله على الارتقاء، الله على الارتقاء، والله على الضربة الراسية، لما تقول اعطيني راس هذا يعني اعطيني بغداد بنتاح، اعطيني تقدم، قدم ما ياخذ تشافي، تشافي اخذ الكره والى بغداد بنتاح وحط كره لحمرون، ينتظر الرد، جاء حط، الله، انا في باكلكم، انا في باكلكم، فعلها مرة ثالثة، هاتريك في شوط واحد، أحمد سفيان، الله 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 يا مرقصهم، الله يا مدلعهم، الله يا فنان، يا فنان، يا فنان ويا فنان، يا متعبهم، يا متعبهم، أوه، عمل حادث، عمل حادث بين سلام وبين سفيان، وقال سلام سلام سلام، قال سلام سلام سلام، وأعلنها إما الجيش أو المصلال، أنتظركم الأحد التالي. نعم، من بغداد، بغداد وسفيان، الرابع للزعيم، الرابع للزعيم، الرابع للزعيم، الرابع لبغداد، سوبر هاتريك في مباراة واحدة بل في شوط واحد، شهية هذا الذئب مفتوحة، ومرة أخرى قال أنا الذئب باكلكم، تقدم للمرة الرابعة وسجل بأشكال وألوان بالرأس وبالقدم ومن ركلة جزاء وبالمراوغة. شوط أول عنوانه أيها الأحبة السد، أربعة مقابل هدف على الخريطيات، عنوانه الكامل.